سورة الضحى. سورة الضحى أولا هي من السور المكية التي نزلت في مكة، صح؟ ونزلت في المدينة قبل الهجرة. أحسنتم، بس قلنا القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة وليس ما نزل في مكة. قد يكون القرآن نزل في مكة ولكن بعد الهجرة، هذا يعدونه مدني وليس مكي. فالمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة النبوية. فهو من القرآن المكي الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيه كفار قريش. وقلنا أن القرآن المكي له ثلاثة محاور أساسية، هل تفتكرها؟ التوحيد، توحيد الألوهية، الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن قدرته وأنه خالق هذا الكون وأنه هو وحده الذي يستحق للعبادة. فيبين الله سبحانه وتعالى في قرآنه ويأتي بالحجج لكفار قريش، كيف تعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر وتتركون الله رب العالمين الذي خلق هذا الكون. والمحور الثاني في القرآن المكي محور الرسالة، محور الرسالة والرسول، لأنهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اعتقادا منهم بأنه كاذب حاشاه، ولكن جهودا لما أتى به. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كبر عليهم وثقل عليهم ترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده، فقاموا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالشعر والكهانة والسحر. فجعل الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم في القرآن المكي ويبرهن ويعطي الحجج على أنه نبي ورسول أرسل كما أرسل الرسل من قبله. المحور الثالث في القرآن المكي قصص الأنبياء. لا، مش القصص، الإيمان باليوم الآخر أو البعث والنشور، لأن كفار قريش كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد النشور. البعث والنشور بعد الموت. نعم، البعث والنشور بعد الموت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا هو القرآن المكي. وسورة الضحى من القرآن المكي التي تتكلم عن محور الرسالة، أو تركز على محور الرسالة، تتكلم عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الله سبحانه وتعالى اعتنى به ومن صغره إلى أن بلغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم والضحى. والقسم في القرآن له معنيان أو له فائدتان. الفائدة الأولى هو التنبيه على عظيم ما يقسم به. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء فدل هذا على هذا الشيء، دل على أن هذا الشيء عظيم. فلما يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، العصر قال أهل التفسير أنه الدهر، معنى ذلك ينبهك الله سبحانه وتعالى على أهمية الوقت، على أهمية المحافظة على وقتك، لذلك أقسم الله به. وأقسم هنا بالضحى، والضحى هو وقت من بعد ارتفاع الشمس قيل رمح إلى قبيل الزوال، أي قبيل الظهر. وأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، لعظمه عنده وعظم قدره عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالشاهد أن كل ما أقسم الله به في القرآن فهو عظيم، فانتبه له. الفائدة الثانية التنبيه على أهمية ما يقسم عليه. التنبيه وأهمية ما يقسم عليه، فهو أمر مهم. فالقسم أيضا يأتي لإنسان إما متردد أو شاك، لذلك يقسم الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن المكي، لأنهم إما مترددون وشاكون وإما منكرون. فالقسم يكون إما إنسان شاك أو متردد، لأنك لو مؤمن ومتيقن لا تحتاج إلى قسم. فالقسم لإنسان شاك أو عنده تردد أو إما منكر، فيقسم الله سبحانه وتعالى لهم ليبين لهم عظم هذا الأمر. قال: والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى. اولا هذه السوره لها سبب نزول، ومن المهم ان تعرف سبب النزول لانه يعينك على تفسير الايه وفهم الايه. روى البخاري في صحيحه عن جندب، عن جندب بن سفيان رضي الله عنه، جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا، لم يقم لقيام الليل ليلتين او ثلاثا، فجاءت امراه فقالت يا محمد، وقيل ان هذه المراه هي ام جميل. من ام جميل؟ ام جميل ربنا ذكرها في القران. مين ام جميل؟ امرأة أبو لهب، حملة الحطب، في جيدها حبل من ماسك، هي أم جميل اللي قالت الكلام ده. فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. تقصد مين؟ الوحي جبريل يعني عليه السلام، ما عادش بيجيلك، ما عادش بينزلك. إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم يتركك ربك وما قلاك، يعني وما أغضبك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى على لسان لوط إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين، وما قلى يعني وما أغضبك يا محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى دفاعا عنه صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنى الضحى قلنا معناها، والليل إذا سجى يعني غطى بظلامه الأرض المعمورة، سجى يعني غطى، وسكن فسكن الناس وخرجوا إلى الراحة كما قال الشيخ في أسر التفسير رحمه الله تعالى. وما ودعك يعني ما تركك وما تخلى عنك، وما قلى أي ما أبغضك. وأصلها يعني أصلها من ناحية اللغة الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب، يقول له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، المفروض من ناحية اللغة وما قلاك، يأتي للضمير، لماذا قال وما قلى؟ يقول أهل البلاغة، هنا لفتة بلاغية، أن لم يأتي في كلمة قلى بكاف الخطاب لكي يناسب فواصل السورة. السورة أو الآيات تنتهي بألف المقصورة، والضحى والليل إذا سجى، لكي يتناسب مع نهاية السورة، فحذف الله سبحانه وتعالى كاف الخطاب فقال وما قال. وهذه طريقة من طرق كلام العرب، أرأيت بلاغة القرآن؟ لكي يؤمن العرب يأتي بكل أوجه البلاغة التي عجز عنها العرب. ما ودعك ربك وما قلى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وجدك يتيما، اليتيم هو من فقد أبوه وليس أمه، في بعضهم قال الأم وهذا خطأ، اليتيم هو من فقد أبوه دون سن البلوغ، لو فقد أبوه هو بالغ لا يقال له يتيم، واضح؟ ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك وضمك إلى عمك أبي طالب، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مات أبوه قبل أن يولد، هذا هو الصحيح، مات أبوه قبل أن يولد صلوات الله وسلامه عليه، فلما ولد كان في عناية أمه في أول الأمر، فدفعته أمه آمنة بنت وهب إلى حليمة السعدية لكي ترضعه في بادية بني سعد، فجلس عندها عامين، جلس عندها عامين، ثم أرجعته إلى أمه آمنة، وتوفيت آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم في وكان عمره 4 سنوات، فذهب إلى عمي إلى جده عبد المطلب، فمكث عنده إلى أن بلغ 8 سنوات، فلما بلغ 8 سنوات مات جده عبد المطلب، فأخذه وكفله عمه أبو طالب إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن البلوغ، ثم بعد ذلك
أوحي إليه سن الأربعين إلى آخر الأحداث. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليه بهذه المنة، يقول ألم يجدك يتيما فآوى، يعني اليتيم، اليتيم إذا مات أبوه فلا بد أن يأويه أحد، فاليتيم يحتاج إلى رعاية، رعاية تربوية، ويحتاج إلى رعاية مادية، يحتاج إلى من ينفق عليه في الطعام والشراب واللباس، ويحتاج إلى من يقومه ويربيه. لذلك ورد في الشرع أحاديث في فضل كفالة اليتيم. أشهر هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني يدخل معه صلوات الله وسلامه عليه الجنة لعظم كفالة اليتيم. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليه بهذه النعمة العظيمة، ويقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، أي أوجدت لك من يأويك، ووجدك ضالا، أي لا تعرف دينا ولا هدى، فهدى، فمن عليك بالهداية، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ووجدك عائلا، يعني فقيرا، وكنت فقيرا فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذله ولا تأخذ ماله. وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره ولا تزجره إذا جاءك. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بلغ هذا الدين يا محمد كما امتنن عليك به. طيب، يقول الشيخ رحمه الله أن المعنى الإجمالي للآيات: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أقسم له به على أنه ما تركه ولا أبغضه، وذلك أنه أبطأ عنه الوحي أياما، أبطأ عنه الوحي أياما، فلما رأى ذلك المشركون فرحوا به وعيروه. فجاءت امرأة وقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى، وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل. وبالليل إذا سجى، أي غطى لظلامه المعمورة وسكن، فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة فيه. ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، وما قلى، يعني ما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الدنيا، الأولى هنا هي الدنيا. وذلك لما أعد الله، أو لما أعد الله لك فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم المقيم. وسوف يعطيك ربك فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا أولا من كمال الدين وظهور الأمر، وفي الآخرة بالشفاعة، وأن لا يبقى أحد من أمته من أهل التوحيد في النار، وأيضا بالوسيلة والدرجة الرفيعة التي لا تكون لأحد سواه. وقوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذه ثلاث من الله سبحانه وتعالى منه عليه وذكره بها، ليوقن أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتركه. وحتى تنتهي فرحة المشركين ببطء الوحي وتأخره بضعة أيام. فالمنة الأولى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل ولادته، فآوته أمه، ثم عندما مات كفله جده، كفله جده عبد المطلب، ثم إلى عمه كما قلنا. والمنة الثانية منة العلم والهداية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة كأحد جالاتها، لا يعرف علما ولا يعرف شرعا، وإن كان معصوما من مقارفة الذنوب، وهذا أمر عقدي مهم جدا، وسيأتي معناه في سورة الشرح في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك وزرك، ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف أوزارا ويختلف ذنوبا؟ سنعرف إن شاء الله في سورة الشرح. ولكن الشيخ هنا أشار إشارة فقال: وإن كان، أي قبل الوحي، معصوما من مقارفة أي ذنب وارتكاب أي خطيئة، إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلاما ولا شرعا، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمنة الثالثة الله سبحانه وتعالى امتن بها عليه بالغنى بعد الحاجة، فقد مات والده ولم يخلف أكثر من جارية، وهي حتى عرفها
الجارية التي خلفها أبوه له اسمها كان فيها شأن حتى بعد الإسلام، كان يذهب إليها أبو بكر وعمر، فتتذكر النبي فتبكي. أم أيمن، الجارية أم أيمن أسلمت، فبعد وفاة النبي دخل عليها أبو بكر وعمر فبكت، فقال لها ما يبكيك؟ قالت والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لانقطاع الوحي وانقطاع خبر السماء. أم أيمن خلفها الله سبحانه، خلفها له أبوه، وبضع الجمال، لم يخلف لها أبوه إلا أم أيمن الجارية وبضع الجمال، فأغناه الله بغنى القناعة، فلم يمد يده لأحد قط صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال وكثرة الأشياء والمدخرات، ولكن الغنى غنى النفس، فكان غني النفس صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشياء التي فطره الله عليها وجبله عليه صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه منن الثلاث إلهية، وما أعظمها من منن تتطلب شكرا من الله سبحانه وتعالى. لذلك في الآيات المقبلة أرشده سبحانه وتعالى إلى أن يشكر ربه بثلاثة أشياء مقابل هذه المئة الثلاثة. فقال فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيما فآواك الله، فإذا جاءك اليتيم فلا تقهره، لا تأخذ ماله أو لا تذله، وكن ذاكرا لرعاية الله لك أيام يترك. وأما السائل فلا تنهر، الفقير والمسكين ذو الحاجة إذا سألك وجاءك في حاجة فأعطه ما وجدت عطاء أو رده بكلمة طيبة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، حتى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال عنه القائل أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء لا يخشى الفقر، كأن عنده كنوز الدنيا، كأنه ملك من ملوك الدنيا. ولما جاءه ناس فسألوه فأعطاهم، ثم جاءوا فسألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من عطاء لن أدخره عنكم صلى الله عليه وسلم، أعطاه حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، وقال ما أحب أن يكون عندي من المال شيء أدخره إلا شيئا أدخره لدين أو أرصده لدين، فكان حتى ما عنده ما يدخره كان يخرجه للناس صلوات الله وسلامه عليه. فقال فأعطه ما وجدت عطاء أو رده بكلمة طيبة تشرح بها صدره وتخفف ألم نفسه، ولا تنهره بزجر عنيف ولا بقول غير لطيف. من الناس من إذا كان فقيرا ثم فتح الله عليه تجده يتكبر ويتعالى على خلق الله، وإذا سأل السائل يعطيه نزل يسير وهو في قمة الألف والاستكبار، ولا يعطيه حتى من عندي، يأمر بعد خدمه أعطوه، وأعطوه النزل اليسير ولا يخرج، شديد البخل شديد الشح، هكذا الإنسان إلا ما عصم الله ورحمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرح الله صدره وعصمه من مثل هذه الأمور، فكان يعطي عطاء لا يخشى الفقر، ذاكرا ما كنت عليه من حاجة وما كنت تشعر به من احتياج. وأما المنة أو الشكر الثالث الذي أمر الله به قال وأما بنعمة ربك فحدث، أي يشكر نعمة الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان، وذلك بالتحديث به إبلاغا وتعليما وتربية وهداية، فذاك شكرها والله يحب الشاكرين. ألم يمر معنا في سورة الفاتحة أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة من القلب، أو الاعتراف بها من القلب والتحديث بها باللسان وصرفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذه شكر النعمة. الله سبحانه وتعالى من عليك بالهداية لازم تشكر هذه النعمة بتبليغها، لازم تبلغ دين الله طالما من عليك بالهداية، هذا من شكر هذه النعمة، فذاك شكرها والله يحب الشاكرين. هكذا أدب الله جل جلاله رسوله وخليله فأكمل تأديبه وأحسنه. هناك
أيضا سبب من أسباب النزول لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا السبب ورد عند الطبري في جامعه ابن جرير الطبري المفسر، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط بإسناد الحسن، والحاكم وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فرح لأمته أن الله سيفتح عليها من كنوز الدنيا، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي لا تمدن عينك إلى ما متعنا به من متع الدنيا. فأعطاه الله، يقول ابن عباس، فأعطاه الله في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم. وإن كان هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ولكن كما قال أهل العلم لا يقوله من قبل الوحي، الأشياء التي يقولها الصحابي لا يستطيع أن يقولها من عند نفسه، لا بد أن يكون لها حكم الرفع، يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه عندما أعلم بأنه سيفتح عليه أو يفتح على أمته من بعده من كنوز الدنيا، سر بذلك، فقال الله له ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يقل الله له في سورة طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، فما عند الله خير وأبقى لك أيها العبد مما أعطاك الله. فإذا فتح الله عليك فتوحا في الدنيا فتذكر أن ما عند الله خير لك وأنفع لك وأبقى لك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فتطلع دائما وتشوف دائما لجنة عرضها السماوات والأرض، وتذكر أن كل ما أعطاك الله من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا ورد سبب أخير من أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي شيئا وددت أني لم أكن سألته، كأنه ندم صلى الله عليه وسلم، قلت يا رب كل الأنبياء، فذكر سليمان الريح وذكر موسى، أي ذكر كل نبي ما أعطاه الله، كل نبي ما أعطاه الله، فأنزل الله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فذكره بالمنن والنعم. وهذا أخرجه السيوطي في كتابه الدر المنثور. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الضحى. وذكر الشيخ رحمه الله هدايات الآيات، فقال أن الدنيا لا تخلو من كدر، وصدق الله العظيم الذي قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان يصبر ويصطبر ويتطلع دائما للآخرة. وقال بيان علوم المقام المحمدي وشرف مكانته صلى الله عليه وسلم، وكذلك مشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الصبر والشكر، فالمؤمن خلقه بين نعمة واجبها الشكر وبين بلاء واجبه الصبر. وجوب شكر النعم بصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. وأخيرا تقرير معنى الحديث إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها أو أثرها عليه. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه لي ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.